أسعد الله مساكم بكل خير. هذا في واحد بحول 4 سنوات مع زوجته ما جاء عيال، وصرت عليه زوجته أنا بعيال أنا بعيال، خلوا إحنا نكشفوا المستشفى. وراحوا كشفوا المستشفى، شاف التحليل الدكتور، قال الدكتور المشكلة من عندك يا الزوج، أنت راك عقيم ما تجيب عيال. ويوم راح البيت الرجال هذاك قال الحمد لله وراضي بما قسم الله لي. قالت المرأة ذيك أنا بعيال أنا بعيال، وأنا خلني أترزق الله خلني أروح أشوف طريقي. قال ما تبيني؟ قالت لا أنا أبيك بس إني ودي بالعيال، وأنت ما تنجب يعني بقعد السنين ذي كلها معك بدون إنجاب وكذا. قالها بكيفك، هذا شيء راجع لك والله يستر عليك، إذا كانك تبيني أطلك وتروحين في حال سبيلك فبطلك. يقولوا عطاها رغبتها وطلقها وراحت في حال سبيلها. يقول يوم أخذت المرأة هذه حول 6 شهور ويجي خبر أن جاء خاطب وتزوجت المرأة هذه وراحت في طريقها. والمرأة هذه أخذت لها فترة مع زوجها، والرجال هذا اللي طلقها بعد 7 شهور 8 شهور ويتزوج. أخذت لها المرأة هذه اللي طلقها أخذت لها حول 4 سنوات مع زوجها. يا يوم الأيام حست بتعب وبمرض، راحت للدكتور وكشفت، كانت عندك مرض السرطان معك ومنتشر عندك. كلمت زوجها قالت أنا عندي المرض هذا وعلموني الأطباء وكذا، وقالوا لي يبغالك بس أنك تهتمي بالمراجعات والأشعة وكذا وإن شاء الله أنها تزين أمورك. يقول يوم درى وجن جنونه الرجال هذا وقال لا أنت معك المرض هذا وبتعب معاك، يبوديك ويبجيبك ويبغى لها عناية ومن محل لمحل مواعيد. يقول ويزعل وياخذ يوديها بيت أهلها ويجيب لها ورقتها طلقها. يقول هانت عليه العشر الرجال هذا وراحت. يوم أخذ لها كم شهر ويجيه خبر طريقها الأول أن زوجته الأولى طلقها زوجها علشان أنها كانت مريضة ولا يبي طارد فيها من مستشفى إلى مستشفى. يقول الرجال هذا ويروح لأبوها ويكلمه، قال أنا سمعت أن فلانة جاها مرض وتعبت وكذا وزوجها تركها طلقها. إذا كان زوجها الأول عزان أنه يوديها مستشفيات وأنه يراكض لها في المستشفيات ومن كيماوي إلى كيماوي، فأنا مستعد أني أوديها، ما نسيت العشرة، أنا زوجتي ما تخليت عنها لولا هي طلبها أنها تبغى تدور رزقها وتبقى عيال. يقال أنا بكلم، يقال أن أبوها قال أنك ما قصرت وأنك وفي وبكلم بنتي وأشوف. يقول كلم بنته، بنته وافقت، وافقت البنت. يقول وياخذها وعقد لها عقد جديد وتزوجها واخذها على أنها زوجة الثانية. يقول زوجته الأولى هذه يقول ما جاب منها عيال. يقول وصار يراجع فيها مستشفيات من مستشفى إلى مستشفى وجلسات كيماوي ومواعيد وأشعة. يوم خذ لها حول 1 سنة يقول بدأت تتحسن وتستجيب للعلاج. يقول يوم بعد 1 سنة وشوي يقول ويكشف عند الدكتور موعد عندها، يقول ويبشرهم الدكتور أن المرض اللي كان معها تلاشى تماما وأمورها الحين زينة سبحان الله شافها الله. يقول يوم خذ لها حول 4 شهور 5 شهور 6 شهور يقول زوج تحس بألام وتعب، قالت عسى ما رجع لي المرض. يقول وتروح تكشف عند الدكتور، معلمت زوجها. يوم كشفت عند الدكتور قالها الدكتور أبشرك أنت حامل. قالت أنا حامل؟ شون حامل وزوجي كشف قبل فترات يعني السنوات اللي طافت قالوا إنه عقيم؟ قال سبحان الله الله ما يعجزه شيء، الأطباء يمكن قالوا إنها عقيم بس إرادة الله فوق كل شيء. أنت حامل، وحامل ترى مو بطفل، حامل بطفلين، حامل بتوه. يقول وتنبسط وتروح لزوجها أبشرك أنا كشفت في المستشفى وقالوا إني حامل.
يقول يفرح أنا قالوا عقيم. قال لا سبحان الله، يمكن وقفتك معي ودعائي لك، أنا دعيت لك، أدعي لك دائما، أدعي لك على وقفتك معي. زوجي الأول، زوجي الأول طليقي هذاك تركني، وأنت ما قصرت، ما نسيت العشرة، وأدعي لك لين النهار. سبحان الله، والله استجاب دعائي ورزقنا الله بالتوأم. يقول شوي وتبشره زوجته هذا، وتبشره زوجته الأولى هذه، وتبشره أنها حامل بعد. زوجته هذه حامل، وزوجته الثانية حامل، حامل قالت مو حامل بعد بواحد، حامل بتوأم. طلعت الاثنين حاملين بتوأم، هذه بتوأم وهذه بتوأم. سبحان الله، قادر على كل شيء. وهذه قصتنا انتهت، وإن شاء الله أنها نالت على أعجاب الجميع، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن.